تدخل دول مجلس التعاون في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية كان في الوقت المناسب. صحيح أن هناك عمل عسكري تقوم به دول مجلس التعاون في اليمن مع الحلفاء والأصدقاء، ولكن هناك أيضا عمل سياسي على قدم وساق. دولة الإمارات ستواصل الوقوف بجانب المملكة العربية السعودية والدول الشقيقة في التصدي للتحديات الراهنة والمستقبلية التي قد تهدد المنطقة. القيادة السعودية بقيادة الملك سلمان حفظ الله قيادة حيوية ومدركة التحديات، والدليل على أن اليوم نحن في مشروع سعودي لتحالف إسلامي ضد التطرف، والعمل جاري على هذا المشروع والنتائج إن شاء الله بنشوفها قريب. من 15 مؤسسة عالمية 10 منهم حطوا الإمارات الأولى عربيا، ودولة الإمارات في المراتب العشر الأولى عالميا في أكثر من 120 مؤشر أو معيار مختلف عالميا. سنة 2015 الإمارات حققت ما يقارب 20 مليون سائح، ومطاراتنا استقبلت ما يقارب 100 مليون مسافر. استمرار نزول أسعار النفط أيضا ستكون له تداعياته في بعض الدول، الإمارات تأثيرها سيكون أقل.